حلب ما في مثله، ما في أحلى منه. حلب أمي حاشو الكباب أمي الرتب أمي إجدع عليك، أحلى منه ما في. وأهل حلب طيب ومكرام وجخيخ ومزوي، إيش بدك أحلى من هيك؟ أنا دكتور في جامعة حلب، 8 سنين بفرنسا ورجعت لسوريا، وعشرة بالسعودية ورجعت لسوريا. سوريا بلد رائع. كتر خير الله كل شيء قدامنا، وبنقدر إن شاء الله السنة نتمتع بالعيد. كل سنة وسالمين. الحمد لله بعد تحرير حلب الوضع تحسن كثير في حلب، يعني الحمد لله، والناس مرتاحة للوضع الأمني. أهم شيء هو الوضع الأمني، بيبقى الوضع الثاني يعني استثنائي. والله بتمنى كل خير، في أكواس منك الحمد لله. ليشنا ولجرحانا كل عيد وهن بخير، لسوريا بألف خير، ولحلب نتمنى إن شاء الله يكون مستقبل إن شاء الله أحلى وأحلى إن شاء الله. توفيق للكل إن شاء الله، والهدوء والسنة الجديدة تكون على كل العالم بسلام وأمن وأمان إن شاء الله، يعني بأمن وأمان. بس كتير حبيتني للحلبية لأنه أنا عم بدرس هون فأول سنة إلي، كتير حبيت الجو، كتير حبيتها. حركة كويسة وكل ما له يعني شيء احسن. ثلاث سنين جديده صارت هلا، يعني صار في حركه، في اقبال، عرفت شلون؟ يعني هلا كان الناس ما تنزل باب جنين، كلها بنزل باب جنين، في اسعار مهودي، اسعارنا حلوه، في تنزيلات، يعني كل هالغلاء هذا الحمد لله رب العالمين، وفي عندنا اسعار حلوه، يعني عرفت شلون؟ فرقت طبعا كثير، فرقت اكيد، فرقت كثير، وان شاء الله يا ربي خير، وان شاء الله السنه الجاي سنه خير ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله يكون بالف خير بهي السنه، والسنه الجاي ان شاء الله يكون هيك مريحين بالنا. نتمنى للخير ويعم الأمن والأمان.